اذا السلام عليكم في دار جديد من كيزاكو بوان كوم. في الدرس اليوم نشوفو كيفاش نصايبو اون ماكرو سور اكسل 2007. دونك شنو هي اون ماكرو ديجا؟ اون ماكرو هو ان انسامبل دو مانيبيولاسيون، يعني مجموعه من العمليات اللي كنرجعوها دو مانيير اوتوماتيك كتصايب. دونك تو سكي ميز اون فورم، تو سكي شانجمون دو كولور، تو سكي اسبي غرافيك ولا اسبي تكست باغ اكزومبل. دونك لي مانيبيولاسيون سور اون كاز. دونك عندنا هنايا ان امبلوا دو طون ديال عندنا زعما ان كالندري ديال موا مارس 2013. بغيت هنايا باغ اكزومبل اوتوماتيزي دونك ان بوتون جو لو كري اللي يقدر يقول ديتيرميني لي واش اون كاز سي ان جور دو كونجي او نو. دونك كنمشي هنايا الافيشاج في المنيو، كندير ماكرو، كندير انريجستري اون ماكرو. هاد الماكرو ديالي نسميها كيزاكو باغ اكزومبل. كيزاكو donc désigner une case comme étant journée de vacances. Ok. Donc comme si l'accueil quelle est la case d'hier les blonds les bridge t'as bénéficié par exemple donc bénéficié ou le dernier que tu fais à congé le que tu fais vacances vacances donc tu vas la police suivante. Donc on dirait 14 par exemple, on dirait le gras italique, ça marche. Donc d'abord comme chez l'affichage quand on clique la case d'ID quand on a l'affichage ou quand on dirait macro arrêter l'enregistrement le menu d'IL la barre de menu focanier qu'on a la petite flèche avec ce bel écoum personnaliser la barre d'outils accès rapide qu'on a l'air كنمشي لاوتر كوموند كنورك عليها. دونك هنايا كنمشي شوازير لي كوموند دون لي كاتيغوري سويفونت كنورك كنمشي للماكرو كنورك كنلقى كيزاكو كندير اجوتي كنهبط لتحت ندير موديفي باش نختار ان بوطون اللي كيناسب ليا لا فونكسيوناليتي ديالي. انا في ليكزامبل ديالي ناخد بنفسجي بوطون بنفسجي بحال اللي درت في التمرين في داكشي اللي وريتكم. دونك نمشي شي كاز اخرى ندير هكذا وهي فاكونس كاز اخرى هي فاكونس. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الدرس مع كيزاكو.com ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله.